السلام عليكم. النهارده ان شاء الله المحاضره بتاعتنا هتبقى على البون. هنا سمعنا ان البون قبل كده نوع من انواع ايه؟ مايك. السلام عليكم. النهارده محاضرتنا على البون، واحنا كنا سمعنا قبل كده البون ده نوع من انواع الكونكتد تيشو. قبل كده فاكرين لما قلنا الكونكتد تيشو عباره عن سيلز وفايبرز عايمه في ايه؟ ماتريكس. واكورد النيتشر بتاعت الماتريكس قسمناه اربع انواع. البون في انهي نوع من الماتريكس؟ سوليد او هارد ماتريكس. طب ايه اللي بيديله السوليديتي بتاعته؟ ايه اللي بيديله الصلابه بتاعته؟ وجود املاح ايه؟ كالسيوم. كالسيوم سورس طبعا. كالسيوم فوسفيت، كالسيوم كربونات، يعني في املاح كالسيوم كتير من تجيني من الخلفيات صالح. طيب هو عباره عن ايه؟ بما انه نوع من الكونكتيفز مش عباره عن ايه؟ سيلز في اربع انواع من السيلز هناخدهم النهارده ان شاء الله. ثم في فايبرز كل ده عايز في براون سابستنس او سوليد ماتس. هو اللي بيديله صلابه. طيب انت عارف في غطا تغطي فاكرين لما خدنا الكارتج، في غطا بيغطي الكارتج من بره اسمه بري كونتاكت. نفس الفكره، البون محاط من بره بالبيري الوسطي. طب احنا نعرف ان البون في بون مارو كافيتي او كافيتيز تبع انواع البون. طب الكافيتيز دي مبطنه بايه؟ اسميه بيري وسطي بقى ولا اللي جوه دي سميناها اندوستيان؟ يبقى ازاي بقى ان من بره في بيري وسطي ومن جوه البون مارو كافيتيز الاين باي اندوستيا. طيب تعالى بقى نتكلم كلام سريع كده، ايه الفانكشنز البون؟ سبورت. البون بيعمل ايه؟ سبورت. سبورت اللي بيعمل سكلتون. طيب كمان مخزن لايه؟ الكالسيوم. طيب في كمان انه بيبروتكت فايتال اورجنز، يعني مثلا سكال بتحمي البرين، مثلا الثراسيك كيج بيحمي اللانجز والهارت. مثلا البون مارو موجود في قلب البون، يبقى كل دقيقه يعني بروتكت فايتال اورجنز زي الفل. طيب نيجي بعد كده بقى نقول انواع البون او شيبس اوف بون. في تقسيم اناتوميكال وفي هيستولوجيكال. فكروني بالاناتوميكال اللي بقى عارفينها، مش في لونج بونز وعكسها شورت بونز؟ في فلات بونز وفي الريجلر بونز. الريجلر زي ايه؟ غير منتظم. الفرتيبلا كولوم؟ لا، ده بالنسبة لأشكال البون. طب هيستولوجيكال بقى هما نوعين، يا إما كومباكت يا إما سبونج. يا كومباكت يا سبونج. طيب عايز بس ألوه تلوين صغير، على فكرة ليهم أسامي تانية. المنتظم اسمه ريجلر بون اللي هو كومباكت. طب سبونجي اقل، يعني مش منتظم، ما فيهوش الحاجات المنتظمه اللي بتشوفها دلوقتي، بسميه الريجلر. او الاسم الثالث كان سلس، يمكن سمعت الاسامي دي في الاخر. طب انا هقسمه بقى كومباكت وايه؟ وسبونجي. برضه بنبتدي بالكومباكت، بس قبل ما ابتدي فيه لازم نفهم البون ماتريكس اخباره ايه. ولو فاكرين رسمة الكارتج كنا مظلمين الأرضية بإيه؟ لون إيه؟ كارتج لحم ريد. ريد الأرضية زرقاء ولا حمراء؟ لا كان لون أحمر بالنسبة للفنجان زي كده. كان لون أحمر وكان فيه لا أحمر، ده البري البري كونجر بعدها تحتها أزرق. وحتى سألنا ليه ميزوفيليك؟ عشان جواه اسيدز او الجاز. تمام. يبقى كلام مفاجئ. طيب ماشي. دي ظاهره كبيره جدا. بصرف النظر الماتريكس دايما الناس البون تكسر الارضيه لونها احمر. فاحنا عايزين نفهم ليه البون اسيدو فيلم؟ ايه المفاجاه؟ انت الاول قلت لي البون ده نوع من انواع ايه؟ كونكتيفتيشن. تخيل ان الارضيه اساسا كولاجين فايبرز. كولاجين فايبرز كونكتيفتيشن. بس ماشيه فين؟ افتكر في البون في انواع الكولاجين. بون
بون بند يعني يبقى ماشي سناجر ولا باندز؟ لا باندز باندز يبقى انهي نوع؟ طيب 1 2 طيب 1 طيب 1 طيب 1 فالباندز هيبقى طيب ايه؟ 1 تمام. طيب انا ما اعرفش يكون دي الاحمر ده دي كولاجين باندز ادي باندز وادي باندز في منهم سبيس كده ولا لا؟ السبيس ده بص عليه كده اوضح كولاجين باندز اهي وبتبقى في سبيس ما بينه اللي هو بيسموه اللي بيبقى فيه جراوند سابس يعني اساس في كل جزء ايه؟ ومنها جرام سورس وعليكم كالسيوم سورس فاحنا بنقسم الماتريكس الى اورجانيك بار واني اورجانيك بار طبعا الاني اورجانيك ده ايه؟ الكالسيوم سورس طب الاورجانيك الكولاجين ده وعشان كده الماتريكس لونه اسيتوفيل لونه احمر لونه احمر بالمعنى العلمي ده اسيدو يبقى بقول لك ليه الماتريكس في البون اسيدوفيليك وليه في الكار مش بيزوفيليك؟ سؤال شاب تقول لي اسيدوفيليك عشان الماتريكس بيبقى موجود فيه كولاجين كومبلكس والكولاجين اسيدو طب 35% من الماتريكس هو الاورجانيك بارت اللي هو اتفقنا اللي هو كولاجين تايب كام؟ 1 عشان كده الماتريكس قلنا اسيدوفيليك وفي بقى الجراوند سبسس فاكرين الكلمتين اللي عكس بعض بروتين جلايكان وجلايكوبروتين بروتين تمام وطبعا وسط البروتين بيقول الجهاز طيب كلام جميل قوي نيجي بقى نشوف ان 65% هو اربعه الكالسيوم والكالسيوم دي سورس وسبيد وكربوهيدرات بريسيبيتد فين؟ كل جنبين باندلز وفي الجراوند سابسس اللي ما بينهم طب خلي بالك انا رسم هنا خلايا دي خلايا العظمه تفتكر يبقى اسمها ايه؟ اوستيوبلاست اوستيوبسايتس اوستيوبسايتس دي ماتشور بون سيل طالما في ماتريكس حواليها تبقى اوستيوسايت لو لسه ما عملتش تبقى اوستيوبلاست طب طب مين اللي عمل ماتريكس؟ الاوستيوسايتس الاوستيوبلاست البلاست بقى دي المصنع يبقى الاوستيوبلاست لكن دي الصانع الاساسي لكن مين بيعمل مانتنس؟ الاوستيوسايت اتفقنا دايما بلاستايا تصنع سايتايا مانتنس تمام نيجي بعد كده بقى نتكلم على هنتكلم على بومب بون كتركيبه وتيجي نتابع حاجه الاقي فين كومب بون انا العرض اللي احمل ده لازم يبقى كومب بون كومباكت فقط في الشافت اوبلومبر ركز فقط فين؟ الشافت اوبلومبر يبقى سبونجي فين؟ في الـ اندنس أهم حاجة ما على الشافت يعني الانز عارفين الابيفيسس بتاعت اللونج بونز هتبقى سبونجي لو فلات بون سبونجي سبونجي الريجلر بون سبونجي شورت بونز سبونجي يبقى اي حاجه طالما مش شاف 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 سبونج يعني في فراغات يعني مش بوم ماركتش واحده ده مطب بوم ماركتش انما الكومباكت بون ماركتش واحده في النص وطبقات البون مكدسه فوق بعض عشان كده يسموه ايه؟ كومباكت وساعات يسموه ايضا زي العاج على فكره اصلا حاجه الدنيا هو العاج سالب فيه فده لما اقول كومباكت او ايفوري بون زي العاج يبقى في حاجه صعبه جدا علشان طبقات البون ايه؟ كومباكت يعني مكدس فوق بعض لكن في سبونجي في فراغات كتير منطق البون ماركتش عشان كده مين؟ اقوى كومبك طيب يبقى المفروض كان السكالب ده ايه؟ اللي بتحمل برين كومبك يبقى كومبك لكن لو سعادتك بقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلى السكالب كلها كومبك هيتيز مش هتعرف تمشي الكومبك تقيل جدا تيجي تعمل كده تروح بقى من خارج تروح بقى من خارج فربنا سبحانه وتعالى كل حاجه عاملها باحسان فاذا السكالب بدك في السنتر
سبونجي لكن عليها كفر من الكومباكت. فلنقول الكومباكت ايفي كده نقدر شافته في لونج شافته لونج بوز دي لازم تبقى كومباكت. كمان بيعمل اوتر كفر للفلات بونز كده عرفنا الكومباكت. وممكن يقول يشرح تركيب الشافت بلونج بوز. زمان في سؤال كده سؤال طويل فتروح شارح النوم بايه؟ الكومباكت بوك بدل مش شايف الكومباكت بوك يبقى غلط. تعال نشوف بقى كده الغلطه اللي بيغلطها بس الحقيقه عشان تفهم الرسمه اللي موجوده في الاطلس او اللي راسمينها لكم. تعال بس عايزك على البورد بقى كده لا هعمل حاجه كوكي كده عشان نبقى فاهمين رسمتها بس. فكروني كده قلنا في الشافت لونج بون سي ادي لونج بون اهي. طبعا ادي دول هتبقى ايه؟ دول الاكس هتبقى سبونج. انا عايزه مين؟ الشافت. طب الشافت ده مش فيه سن في الورم ارم كابيتش كده؟ تمام. الـ UMC او البيريسايت اللي موجوده في الكونكتشن بتتحول الى هنا بقى في العرض.
Osteogenic. Osteogenic. So osteoblast. Osteoblast is a matrix. وترصد فيه كالسيوم وتتحول لأوستيوسايت. الله يبقى لو قدرنا كده نفهم لما وظائف الفري أوستيو. بصوا احنا هنزود هنا على الكارتج لأنه بس بتعمل الغطاء تبقى بروتكشن. يبقى أول وظيفة إيه؟ لما الغطاء تبقى بروتكشن. فيها بلاد بيسز ولا لا؟ يبقى كيف؟ نيوتريشن. بلاد سبلاي. بلاد سبلاي. لا خلي بالك. في فرق بين الكلمتين نيوتريشن وبلاد سبلاي. بلاد سبلاي دي لما أقول بيخش منها بيسز جوه. لكن لما أقول نيوتريشن ده بيخش بالديفيوجن. يعني مش محتاج يخش في الدنيا. لا البون عكس الكارتج. البون از هايلي فاسكولار. وافتكر اسرع اورام في الانتشار اورام العظم. قولي ليه؟ من الفيسلز. لو العظم الورم راكب على مين؟ على العظم. على الفيسلز انتشر انتشر في الدم وراح جميع انحاء الجسم. اسرع اورام. لكن مين ابطا اورام في الانتشار؟ الكارتج. الكارتج ليه؟ عشان الفصل. تمام. طيب يبقى هنا بقى مش هقول بقى اجيب نيوتريشن، ممكن اقول نيوتريشن مش غلط، لكن الافضل اجيب بلاد سبلاي للبون. طيب يبقى والمصل لما بتمسك بتمسك في مين؟ في البون. الافضل يبقى اجيب مصل اتاش. الكلام ده جديد علينا زي تقريبا اللي قلناه في كارديو كور. في الكارديو زودنا بس كلمه بروتكشن. والحاجه الاخيره جروس او بون يا جماعه. الاستروجين بتتحول ايه؟ أوستيوبلاست ثم تفرز ماتريكس وتديبوزيت كالسيوم فيه وتتحول الى أوستيوسايت. أوستيوسايت يبقى مسؤول عن جروث اوف بون او هيلينج اوف فراكشرز. لما يحصل كسر تشتغل خلاص. طيب تيجي بقى نتكلم على بص بقى بس عشان ما نضيعش الشغل اللي انا عاملاه وركز في الرسمه دي. مين ده كده؟ ده البري اوستيو. ان شاء الله بس ايوه بري اوستيو. طيب بص دي كده. طب هل انا هنا نازله فين؟ ايه بقى لحظه الوايز ار بي سي وايه ايه ده؟ طيب ايه الغطا ده قلنا؟ الريكوستيم بالتوليرس بتاعه. طب مين الشريط اللي تحت دي؟ اندوستيم. لا بدل الريكوستيم اندوستيم. اندوستيم تمام. طيب الاندوستيم انت شايف التولير زي الريكوستيم؟ لا ولا لا؟ دايما ناحيه جوه تلاقي الدنيا ارفع شويه اقل شويه. الاندوستيم سنجل لير اوف. انت شايف ايه؟ شايف اوستيوبلاست. مش كانها الانر لير بتاعت الاوستيوم. يعني اوستيوجينيك ومعاها اوستيو ايه؟ اوستيوبلاست. والدنيا كانت كونكتد في شغل قليل قوي في فيسلز لايننج مين؟ البون مع الكارت. اظن سهله. تمام. نبتدي بقى نتكلم يعني يبقى ما عملناش حاجه وما شرحناش الوحده بتاعت الكومباكت بون. وعلى فكره الوحده اللي هقولها دلوقتي يعني مش موجوده في السبونج بون، دي حاجه خاصه بمين بس؟ الكومباكت بون. اسمها بص الطالب عاده لما بيجي يذاكر بون يبتدي ماشي 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 كده لغايه دلوقتي حلو، يبتدي بقى يفاجئ باسامي مش جديده زي ما بنسمعها دلوقتي. وبعدين كل شويه يخبطوا الاسم اصعب شويه فيبتدي يروح قافل وقافل. احنا عايزين نكمل تتسلى علينا. عيالي نحط اسم لنظام فيها دي؟ لا. اسمه هافيرجيان. اسمه ايه تاني؟ هافيرجيان. فسمى الكوره دي، شايفين الكوره دي؟ تمام. اسمها هافيرجيان سيستم. اسمها ايه؟ هافيرجيان سيستم. طب انا قلت كلمه دي موجوده فقط في انهي بور؟ كومباكت. يبقى هقول دي structural unit of compact bone. طيب ده من الولاد ده قطع عرضي transverse section. لما انا رسمه كوره وهو اصلا قطع عرضي هي في الاصل ايه؟ اسطوانه. اسطوانه cylindrical structure ولا لا؟ يبقى دي cylindrical structure. لو العظمه اهي يبقى ماشيه parallel للونج اكسس بتاع البون. طيب ملاحظين في الرسم ان فيها زي الخرم في النص طب كده؟ نعم. الخرم ده اسمه؟ هافيرجيان كانال. اسمه ايه تاني؟ هافيرجيان كانال. طبعا دي قناه كده في النص ماشيه بالطول. طيب هل القنوات دي فاضيه؟ هي مش فاضيه، انا سايباها بس فاضيه عشان انت تاخد بالك ان هنا في كلام. لكن هي بتبقى فيها لوز كونكتيف تيشو فيري ريتش حاجتين بلاد فيسلز وسنسوري نيرفز. نعم. انا قلت لك البون از هايلي
فاسكولار. خلي بالك عدوا معايا لغايه دلوقتي هنا بس سكين. في البري اوستيوم. ومين كمان؟ في الاندوستيوم. تحت الفون مارو. والاندوستيوم نفسه في تلك الحالات بتشوف فيه بس ثم في الهافيرجن كانال. الهافيرجن كانال اذا البون مايلي فاسكولار. اسرع اورام. تتشوف بس. كسور مؤلمة جدا ولا اللي الجسم بيصرخ من الم والم لا ينسى في حياته. الهافيرجن كانال مليانة. وعلى فكرة يعني احد الحاجات انا مش قلت لكم قبل كده ان انا المفروض كان تعييني اول ما خلصت كنت المفروض اعين معيدة في اطفال مرض الاورام. وقدمت استقالته وقلت هاخد وسيط اكاديميك مش عايزه اتعامل مع عيانين اللي جابلي انهيار عصبي. دي اطفال طول الليل متألمين ومفيش المورفين ما بيسكنش الالم. صريخ طول الوقت صريخ من البين حاجه يعني انا عايزه حد يكتب لي حاسب عشان يستحمل. فالحقيقه كان يعني صعب عليا الموضوع ده. ليه الحاجه اللي بتيجي في العظم غير بياكل؟ بلاد فيسلز وسنسوري نيرفز مغاطى كامل الرئه
25 to 20 concentrically arranged bone level. طيب يعني ايه بون level؟ يعني طبقات ملك. اوستيوسايت. الاوستيوسايت دي زي ما هنعرف كمان شويه موجوده جوه لكن. طيب الحقيقه هو احنا واخدين في الكتاب البون سيلز على طول. بس هي الافضل تفهم ستراكشر البون على بعضه عشان انا بقول لك الخلايا موجوده فين في العظم؟ هتقولي مثلا دي في البري اوستيان اندوستيان دي في قلب لكن دي مش عارفه ايه قلب مش عارف شكل العظم يعني. طيب لغايه دلوقتي كلام سهل. لسه ما خدناش بقى في التسامي لطيفه بس على فكره لما تفهمها هتلاقي الدكتور دكتور صعبه ليه؟ حد شايف كده؟ بص على نفسك هل كل الاورجانيك موجوده في سته الهيدروجين سيستم؟ يعني انا هنا شايفه مثلا صفين او ثلاثه طبقات موازيه لمين؟ البريوستيوم. البريوستيوم مكرر ليه مش كده؟ طيب دي مش عامله سيرفيس يعني هي ماشيه مع السيركمفرنس بتاع العظم ولا كلها فيسموها دي ناحيه بره ولا ناحيه جوه؟ بره ناحيه بره معلش حد يوريني كده هنا كبير في رسمه في رسمه دي انا هعملها بالازرق شايف كده تحت البريوستيوم على طول صح كده؟ يبقى ماشيه مع السيركمفرنس بتاع الجول ولا لا؟ يعني ايه سيركمفرنس؟ مع المحيط مع الدايره بتاعت العظم وناحيه بره فبيسموها ايه بقى؟ اوتر وساعات يقولوا اكسترنال بيسموها خد بقى الشركه دي سيركمفرنشال كونفرنشال طيب انا خد ليه سيركمفرنشال؟ لما يفهم انها بارلي للسيركمفرنس ماشيه مع المحيط بتاع العظم ايه صعوبه دي؟ هي بس كلمه تقيله دي اسمها ايه تاني؟ أوتر إكسترنال سيركمفرنشال لمال دي بون لمال يعني إيه بون لمال دي؟ حسنا لو بسرعة طبقات من؟ البندلز كالسيوم كالسيوم كلها ناس بندلز جبس ما بينها أوستيوسايت إنسايد باك دي تتقال كده عرض طيب جاست أندر وبارالينين للبريوستيوم الكيرفز طيب مين أول ملاحظة؟ نرجع لرسمتنا الأصلية بص عليها يلا ايه دي؟ دي بقى اسميها اوتر ولا ايه؟ انر او انترنال برضه ماشيه مع السيركمفرنس فين على معلش يا مش هنا اسميها ايه بقى؟ اوتر ولا انر قلنا؟ انر انر سيركمفرنس برضه مع السيركمفرنس بس ناحيه البول مارك فعلا دي وانر البول يعني تعتبر سراوندنج البول مارك طيب في حد شايف حاجه ثانيه؟ يعني شكل ثاني او نظام ثاني؟ مش يعني راجع الرسمه كده مين الكوره؟ الهافيرجن سيستم ودي اللي بره الاكسترنال اللي جوه ودايما لاحظ الانر بتبقى ارفع شويه من الاول بعدين ارسم ده طبقتين وهنا واحد. كان المفروض مثلا ارسم ثلاثة أو اثنين، بس كده أسهل يعني. طيب الثالثة إيه دي؟ بعدين المسافة هنا الانفينيتي، المسافة دي فيها تمد يعني كولاجينال باندز برضه ما بينها أوستيوسايت والكولاجينال باندز عليها ولا كالسيفايد؟ كالسيفايد. لا كالسيفايد. أنا بعرف معلش يعني كالسيفايد ولا ما فيهاش؟ لا دي. طب يبقى دي اللي ما بينهم دي رجلة ولا اقل انتظام؟ اقل فدي سميها انترستيشن لمين؟ نقول ايه؟ ترتيب العظم المباني مترتبه اربع مين وروني بقى؟ الاساس الهافيرجن سيستم الهافيرجن سيستم في الاوتر والانر سيركمفرنشال لمين واللي ما بين الهافيرجن سيستم اسمها انترستيشن لاحظ بقى دي احد الرسومات اطلبها اخر سنه الطلبة الأخطاء الشائعة يقعد يهتم قوي بالهافيرجنس أي ما بقولش ما يهتمش بيه بس الوحدة المتكررة مش لازم ده كله بينسى بقى يركز على مين؟ الأوتر الأوتر والإيه؟ وينسى مين خالص يلزق بالوقعة؟ انترستيشن
مثلا الحته دي في الباص بتاعي بتاعها ضعف شويه لاي سبب، اخد مدد من اللي جنبي من اقرب باص بس ليا. فين بقى الحته اللي فيها بيسلز ممكن يتواصلوا ببعض بالقنوات دي اسمها فولمانز كانالز. اسمها ايه؟ فولمانز كانالز. فولمانز ال اي ورقه الالماني ورقه الالماني اسمها ايه؟ فولمانز. فولمانز كانالز. فولمانز كانالز دي قنوات which extend ما بين مين؟ الكانال والفيرجن كانال او فيرجن كانال وبري اوستر. بري اوستر او فيرجن كانال والاندوستيا هي تحت بس تو جيت بيتر نيوتريشن. عينها ايه؟ تنزل زي لو في ورم تنزل ولا تاثر على اورام في الاندوستيا مش بس عشان في بلاد بس ده كمان في وصلات اللي هيجي هنا بيطلع على دي اسمها تاني اسمها ايه القنوات دي؟ فولمانز. طب ماشيه ازاي؟ طب بالله عليك دي مش تبقى ماشيه ترانسفيرس؟ اه. طب ودي ترانسفيرس وقول لي عليها اوبليك. اوبليك. يبقى هي نقولها تاني بقى على بعض. ترانسفيرس اوبليك كانالز. ويت كونكت فيرجن كانال وذ انذر فيرجن كانال اور فيرجن كانال ذا بري اوستيا او تو ذا بومر. لا سبلاي او بيتر نيوتريشن. عشان برضه يبقى خلصنا الكونتاكت تعالى نشوف بس حاجه اسمها شاربي فايبرز او بيرفوريت فايبرز اوف شاربي. تعالى نشوفها كده. بص النظر ده شايفين دي؟ بصوا انا هوصف لكم ان الخوارج شاربي وجدوا وبعد كده طلعت خوارج شاربي كل اللي اكتشف ان في كولاجين بارتس هتشايفين طلع فين؟ من البريوستيوم. البريوستيوم واتغازل كده زي المسمار في اقرب لمايه. مين يقول لي مين اقرب لمايه؟ الاوتر. الاوتر. بعد كده يعني علماء تانيين كملوا الابحاث وقعدوا يدوروا لقوا ان دي دايما موجوده مكان ما يبقى فيه مصل يعني تندم او ليجمنت انسرتد في الحته. يعني اكتشفوا ان ده الكونتينيويشن بتاع مين؟ التندون او لا تو فيكس مين في مين؟ المصل في المصل في البول. ما فكرتش ازاي مصل تتثبت في العظمه والعظمه اللي انا عايزه تعمل ايه؟ كونتراكشن يعني انا عايزه تتنزع من فوق. طيب وافتكر كده التندون نهايه المصل اللي هو بيبقى انسرت ده تفتكر في مصل؟ لا التندون مفهوش مصل ده فقط كونكتد تيشو وايت فايبرز. كونكتد تيشو انهي نوع؟ رجل وشويه كولاجين بارتس. ازاي بقى دي حاجه ضعيفه التندون ده مثبت مين في مين؟ المصل في البول. مصل في البول والمصل كمان عايزه تعمل كونتراكشن عايزه تتوزع من فوق. حبيبي التندون هنا بقى طالما دخل هنا اترسم فيه ايه؟ شخير ترست في شخير على طول ترست في املاح ايه؟ كالسيوم. كالسيوم وبقى كالسيكوي كولاجينوس بوند. يبقى دي زي مسمار مسلح يدق بمين في مين؟ المصل. المصل يعني فين بالتالي المصل في البول. غلطنا في حاجه كده بنيجي بالفريد فايبرز اوف شاربي ده الاسد الشكل اللي طيب في قبل ما ابتدي في البون سيلز الحقيقه البون سيلز دي هو احنا فضلنا جزئين كبار بون سيلز واوسيليتش. بس قبل ما ابتدي وطبعا سبونج بون باراجراف 1 قبل ما ابتدي فيهم حته في العملي كده عشان حتى لما تيجي نشوف العمل يعني تشوف العمل الكونسبشن تبقى سهل عليك. في طريقتين لتحضير الكونتاكت انا ما اعرفش حد كده من الرسمه بتاعتي كتب عليها ايه؟ دي كانت سيكواي كونتاكت يعني شلنا منه ايه؟ كلمه دي كانت سيكواي معناها شلت منه كالسيوم. الكالسيوم حلو قوي. انا بس عايزه اقول لك حاجه عارفين الصبغه لما توصل لسين ده مش عارف بيها بقى في السن الصبغه دي بتخش للديفيوجن. طب معلش هو ليه البون ما ينفعش الغذاء يخش ليه
عشان هم عشان في ايه؟ في كالسيوم الترستات ده اسمنت ومسلح خش الكيوجر ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى عشان حاطط هنا اسمنت ومسلح كالسيوم ما نعرفش نصبغه الا لما اشيل منين؟ كالسيوم كلمة كاربوراندم وين
الكربونات طويل دي تطحن بيها العظم، عشان كده بيسموها جريندنج مال، او يسموه جراوند كونكت العظمه اللي تحت، عشان تقدر ترفع 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 لغايه ما تبقى رفيعه جدا، اقدر اخدها احطها على السلايد اغطيها افحص. اذا عملت ايه ولا عملت ايه؟ ولا ثبتها ما حطيتش فورمالين ولا شلت الكالسيوم ولا سبقتها صح؟ طب يبقى تعال نشوف بقى انا هشوف بيها. شفت المنظر ده؟ خلاصين. طيب ايه بقى الكوره دي؟ لو انت فاهم الهيفرجيا سيستم المفروض الهيفرجيا سيستم. طب ايه الحاجات الاوفر السوداء دي؟ مطرح مين؟ السيلز. طب انت شايف عارف ان يكون سيلز نقطع رقبه يعني سيلز امتحانات الممتاز ده مالك؟ طب ما تقول لي لكن او مثلا ده البيت اللي كانت قاعده وهنعرف. حد شايف رجلين اسمه سبب الرجلين دي اسمها كاناليكيولاي، تصغير كلام كاناليكيولاس جمعها كاناليك، دي كنايات بتوصل باللكنه ولكنه هنفهمها كمان شويه. طيب مين ده؟ هيفرجيا فاضيه يا اما دخل فيها هواء يا اسود زي دي مثلا. الشرط بقى يقول لي مين دي ومين دي؟ القنوات اسمها اولا مين؟ فولكمانز اسمها ايه تاني؟ فولكمانز دي كانت بتوصل بالحته اللي فيها البلازماسيس. ما انا هنا كل اللي هشوفه رقابي في العظم. قنوات هيفرجيا كانال فولكمانز كانال اللكنة بتاعت الاوستوسايتس دي كان ليكيولا، لكن لا شايفه بريوستيان ولا اندوستيان ولا سيلز ولا اي حاجه. لكن الكالسيوم بيبان في صوره ليرز كده، يعني كان رسمتها بالسيلز. بيقول لك بنشوف الكالسيفايد ده ليه؟ انا ما شفتش مين؟ الكالسيوم. بس. لا بس بس ما تجيبش دي صورة لجراوند كونكت بون تحت الميكروسكوب. بتبقى يا ولاد ملونة؟ ملونة صباح ده؟ حد يقول لي دي لا شوفها لبالي. طيب مين اللي لقيته؟ دي كانت فيرجن كانت. لكن الكورة دي على بعض؟ فيرجن سيستم. فيرجن سيستم. حد شايف المنطقة دي؟ دي ال بين ايه وايه؟ بين كفرجن اسمها انترسيشن. عشان اقول انترسيشن كونفرشن لازم يكون جايب لك كده. عايز؟ طيب بص بقى المنظر ده. شغل اوراق ده. طب مين يقول لي نمبر 1 وطوله ايه؟ كفرجن سيستم. ثلاثة. بص ثلاثة محطوطين ولا مش شايفهم؟ انترسيشن لامين. طب حد يقول لي السرسار؟ لكنة اوستي بلاس. لكنة بتاعت الاسس. طيب هو هنا مش باينة قوي في قلوب كده اللي هي كان الكيلوي، بس بالنسبة لعنة توصل طب ايه دي؟ ايه السودة الكورة في النص السودة؟ زي دي؟ هيفرجيا كانال. هيفرجيا كانال وات داز ات كونتين؟ سنسوري نيرفس وبلاد بريسنس. طبعا مش كده، انا بتكلم نظر. تمام شكرا. بص بص. طب انا ليه مصفراهم كده وكاتبه عليهم اسمهم؟ عشان انا دايما بنسى اقول ان الاسم الثاني للهيفرجيا سيستم اسمها اوستيون. عارف اوستيون؟ مش اسره عامه اوستيون اللي اسمها بيرس. دايما بنسى اقول لك لكن اوف اوستي سايد. اه عجبهم. انت ما بتطلعش اللكنه بتاعت الاوستي سايد. طب مين من ولادي يقول لي كده دول ايه؟ ال كان يقول لك كده كان ليكي بارك اللي لسه مش عارف ما قلتهاش. طبعا المنطقه اللي في النص ال فيرجن كان زي الفن. تمام. طب
اي حاجه ما عداش الشابتر اي حاجه ما عداش الشابتر يعني بس في الاب في الاندنج تمام في انواع اخرى بقى شورت بونز شورت وعندنا الريجولا فلات الريجولا تمام طيب يا ترى هو اصلا ولا الكومباكت الكومباكت لا الكومباكت ليه بقى عشان فيه كالسيوم عشان ان شاء الله عشان كابتس كابتس عشان بس اقلب اه عشان كابتس كابتس عشان كابتس عشان في مره ضد البومبه زي كانت واحده في النص بس طب بص على النص اه شايف طريقه افريقيا طبعا اي منظر ده بترسم مالتي بول بومبه وكانت ده حتى احنا دايما بنقول دي رسمتها اسهل من الكومنت في بقى بول او الى الريجولر والمرة تبقى هل انت شايف بولة مني واضحة طبقات واضحة لا فالافضل اسميها كونترا بيك يمين عارف فروع الشمل تبقى فروعها قوي تبقى سموها طبيك يبقى طبيك يعني تفريعات العظم يعني كأني بقول الريجولر ده مني الريجولر ده مني طيب حلو قوي يبقى الريجولر ده مني لفة حوالين الريجولر والمرة لكن هو يغطي بايه؟ برئيس برئيس ومتبطن البومر وكابتس دي بايه؟ اندستري وقال لي نوع من البومر جواه؟ خدنا تجربة هيموكويسس شو قلنا في ريد بومر ويلو بومر اليلو كان فين بس فقط فين؟ في الكومبكت؟ لا في الأبل في الشاب في الأنفو يا جماعة كل بعد كده البونز الأخرى يعني طالما سبونجي يبقى فيه ريد بون مارك يبقى أنهي نوع بون مارك هنا؟ ريد بون مارك عشان كده ما نرسمش فات كتير نرسم فات أكتر في أنهي بون؟ في الكومبكت الشرق مهم عشان ده اللي فيه يالو هتبوظ سوري يالو بون مارك دي صورة بقى شو؟ اي بوده ايه سبونج سبونج طبعا اديكم شايفين الغطا ده مين لا بريوس طيب ودي مين كل دي بون مارو كاتس يعني المفروض البطانه دي بص شايفينها مين ده الانجيو لكن اللي بره بريوس بريوس طيب دي الجزء المحاضره الاوليه من البون المحاضره الثانيه بقى لكن احنا ما جبناش سيرة غير ثلاثة بس. حد فاكر؟ حد فاكر بره البريوستيوم هنا؟ كان في البريوستيوم اوستيوسايتس واوستيوجينيك؟ لا اوستيوسايتس خالص لا. ده لسه في البريوستيوم. معلش اوستيوجينيك 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 ادي اوستيوجينيك ادي واحد اوستيوبلاست جوه بقى لما تتحول للماتريكس تبقى بقى اسمها اوستيوسايت ما جبناش سيرة حاجة رابعة. معلش خلينا نخلص الثلاثة دول وبعدين نعمل مفاجأة مين الرابعة الجديدة بقى تعالى نشوف كده انا عاملاهم زي الجدول كده عشان تسهل علينا دلوقتي انا عاملة اوستيوجينيك ومين؟ اوستيوجينيك طيب في كل لو كتبتوا عمليات في الكونكت تيشو سيلز وفي الكارتو سيلز اوريجين على مين كده تثبت في كل السيلز؟ اوريجين سايت شيب فانكشن والشيب دايما كل سيل لايك مايكروسكوب وريتنا مايكروسكوب طيب نقطة الاوريجن الاوستيوجينيك تبع مين؟ يو اس يو جي خلي بالك البوند تبع كونكتد تيشو بيزدهر يبقى طالع من ايه؟ يو ام سي طب اليو ام سي ده لو في الجنين او بعد الولاده اليو ام سي ده تبع الكابلت ونسميها فيريسا No,
في الخلايا. طيب الاوستيوبلاست ده بيعمل ايه؟ الاوستروجين. الاثنين انا ليه بقارن الاثنين مع بعض؟ مين موجودين في نفس المكان اللي هو الانر ايه لاير اوف بري اوستيا. ما تنساش معاها كمان البطانه اللي جوه ده كده حلوه قوي. انا كنت اشي طب مين اكثر نشاط؟ الاوستروجين اكيد. ثانيه لا الاوستيوبلاست بس بس عشان كده شفت من الميتريك صح هي بتطلع الاوستيوبلاست صح. لا صح حد يقول لي كده بص اهي سمول فلات سيل ولا فلات وبعدين السيل فلات يبقى اخرى النيوكليس فلات وغامقة شويه دار لانها لسه مش اكتف مش اكتف وعارف فريتها جدا منقسم وبعدين تتحول الى انثى وبعدين تتحول لاسره يبقى هي فلات سيل ليها فلات دار نيوكليس. طب السيتوبلازم لونه ايه؟ بيزوفيل بس فين بيزوفيل؟ طب ايه اللي بيزرق يا ولدي؟ رايبوزومز طبعا ورايبوزومز في نوعين فري واتاك. طب انا هنا عايزه اعمل ديفيجن وابني نفسي وبعد شويه كمان هتحول لاوستيوبلاست فمحتاجه انهي نوع من الرايبوزومز؟ فري 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 اي حاجه تعتبر زي ستمسل يعني زي مصدر تبقى لازم تبقى ليها في ايه؟ ريبوزومز. واحط معاه كمان تو سنتيمترز. عشان تفهم. عشان عدده ايه؟ يزيد. جميل. طب يبقى خلصنا من مين؟ اوستيوجين. طب الاوستيوبلاست دي بقى تبني العظم. فكر بص المنظر. دي فلات زي دي ولا بقى اوفل؟ لا اوفل. بطرحها بقى؟ ايه بطرحها؟ اتملت ايه اشتغل؟ ايوه انا اكتب في الناس اورجانيزم كتير هنشوفهم فالسيتوبلازم ايه؟ بعد كده بوضحها كده وبتغلش نبرات بس الاوفل سيل. طيب بصوا هي مش محتاجه زوائد في المرحله دي بس تمهيدا ان بعد شويه تحول الخليه اللي بعدها اسمها اوستيوسايت. الاوستيوسايت ليها زوايا واضحه جدا فتيجي بقى بس بالزوم كده تيجي تيجي زوايا مغلوطه طب عشان بعد شويه تحول الى اوستيوسايت. يبقى لما اجي اوصف اقول اوفن برانش سيل وذ فيو بروسيسز اللي انا لسه مش محتاجاها دلوقتي. طيب اتفضل دي هايلي اكتف دي انشط واحده فيه تبقى اخبار النيوكليس ايه؟ اكيد ده بين ولا لا دار بين وفيها بروميننت ايه؟ نيوكليوس وفي الالكترون بنقول عليها ايه؟ كروماتيك من غير تفكير. طيب حبايبي المفروض لما تبقى سيل اوبن تبقى روح نيوكليوس اوبن تبقى سنترال ده المعتاد. طب بالله عليك معلش انا ما اعرفش انتوا شايفين نيوكليوس ولا لا بس كده المنظر دي مين يا باشا؟ نيوكليوس ايه؟ لا هي ايه ولا هي ايه؟ لا هي ولا هي سنترال ولا هي دي بدل ما اقول اوفل قلت ايه؟ راوند وبدل سنترال اي سنترال. فاكرين كان في سنترال مش متسنتر؟ يبقى في حاجه زقتها. كل شيء بريد. اسمع الله عليك يبقى في ويل ديفلوب كل شيء بريد. خلي بالك انا بصنع ماتريكس اللي مليان بروتين وبصنع كولاجين اللي هو برضه بروتين وبضيف على الفاكرين جلايكو بروتينز وبروتش جلايكانز لان سكريات عليهم يبقى عايز جولجي دي في الكربوهيدرات وكمان عايز افرز ما كل ده عايز ايه مين اهم ثلاث اورجانيلز يتحطوا كده في البروتين سكريتنج سيل؟ الميتوكوندريا ميتوكوندريا ميتوكوندريا دي هايبر اكتف برافو وال اندوبلازم ولا راف اندوبلازم و ورايبوزوم والجولجي الكبير ده زائد مين؟ النيوكليس خلاها اي سنتر وكمان تعبر عنها مش بس كده السيتوبلازم لونه ايه؟ ديب 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 اتملى راف بقى مش في شويه كتير ريبوزوم اتملى راف ديب يبقى ديب بيبي سوبر. طب هو الجولجي عليه ريبوزوم زي راف جولجي ابريتس عليه ريبوزوم ايه بقى
ولا كان حتى ارستين ارستين ده نيجاتيف جولج النيجاتيف مال عليه نيجاتيف كونجي نمش نوصل بقى على الرقم يبقى جوبل برينت سيلف بروسيسز كيو بروسيسز لا النيوكليس around the تطلع الاوستوسايت بون فورمينسيت بتصنع الفات بتطلع اوستوسايت بتطلع ماتريكس وبتحط فيه كالسيوم ديبوزيت مين في الماتريكس كالسيوم هي اللي بتوصل طب بس انا حطيت لك قاعده جهنيه ذهبيه من شويه قلت لك الكالسيوم عشان يترسب محتاج اسيد ده الاسيد ده اللي بيخلي فبص عشان ما تنساش بيقول لك بتاع سنانك ما تروحش السنان ومعجون بالليل ليه؟ عشان تبقى كالسيوم عشان الاسد بيتجمع في بقك فبيدوب بيدع في العظم بيدع في السنان يشيل منها الكالسيوم فلازم يتغسل عشان الاسيديتي دي تقوم ان انت بعد ما بتاكل بيبقى فيه اسيد في بقك تمام عشان كده بيقول لك ده في ناس يقول لك كل اكله لازم تغسل سنانك اللي بيحافظوا قوي يعني يبقى انا عايزه ايه الكلاين ايه رايك بقى المفاجاه ان السايتوبلازم لقوه في الكلاين فوسفاتيز انزايم الكلاين فوسفاتيز يعني بيكريت الكلاين ميديم فيرسب الكالسيوم فوسفات اوعى تنزل بص طلبه كتير اوعى في الارض سامعه فين واسمها بلاست يبقى فيها الثلاثه اورجانيز طلع طلع الاوستي بلاس اوستي بلاس اوستي بلاس ثانيه نقف هنا في حته مهمه طيب هو الاوجن بتاع الكارتج البني مين الام بتاعتهم هم سواء كارتج او بطاريين ايه؟ اليو ام سي انا بس مش عايزه ايه؟ اليو ام سي دي عندها يعني ممكن تتحول لحاجات كتير لو انا في الجمره وتدي جمره وسنس يعني تدي خلايا الدم لو انا في الطبيعي لو البصل قال بصل هو الكارتج كان ايه؟ البصل تبتدي تدي خط انتاج وظروف كارتج يعني تتحول الى كوندروبلاست لا كوندروجين 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 ثم كوندروبلاست طيب نخش بقى على الاوستيوبلاست اللي هو تحت دي العين
functions بتاعتها. اول كلمه تقول الكلمه العامه دي بون انفورمينج سيلف. فورمينج سيلف بتصنع مين؟ المات اوستيويد مات. بنسميه اوستيويد مات. اوستيويد مات يعني كالسيوم وتراست في ايه؟ في ماتريكس. سوري كولاجين بونز وبحط فيها كالسيوم. طب يا اولاد ديبوزيت كالسيوم في الماتريكس بانزايم اسمه when completely surrounded the calcified matrix change into osteocyte. عزلنا كلام بسيط جدا طالما شفت البونلاكس. انا بحب اشرح السيلز قبل البونلاكس. طيب نخش بقى على اللي بعدهم مين ومين ومين اوستيوسايت. طيب معلش خليني في الاوستيوسايت وبعدين نشوف قصه المدمر العظم اللي جاي ده الاوستيوبلاس. طيب الاوستيوسايت دي ماتشور بونسل ولا لا؟ طلع مين؟ من الاوستيوبلاست. الاوستيوبلاست كام؟ بعد ما تحوط بالماتريكس. بعد ما تحوط بالماتريكس بس ولا كالسيفايد؟ لا كالسيفايد. يعني ان بريزنت مكانها فين؟ بقت مسكونه ولا لا؟ مسكونه. مكانها هنا مش عايز اقول مكانها فين في العظم، هي مالها العظم؟ ده كلها اوستيوسايتس. لكن عايز اقول امتى اسمي دي اوستيوسايت؟ يمكن الكلام ده عملناه في الكوندروسايت. اه. قلت امتى؟ لما الاقي خليه جوه فراغ اسمه لكن ثم محاطه بالمات. طب مين اقولها ازاي؟ محاطه بال امبريزنت انسايد ايه؟ كلاسينا. لكن محاطه بايه؟ كلاسيفايد مات. كلاسيفايد مات. ده مكانها. طيب ينفع مش هيلين زواج؟ ما تعرفش مكانها. طب مين اكتب اكتر؟ معلش القواعد عامه. اوستيوبلاست ولا اوستيوسايد؟ اوستيوبلاست. طبعا البلاستيك ده المصري. امال السايكايوس بتاعي؟ مينترنس. مينترنس مصري. مينترنس للماتريكس يعني الكولاجين والبروتينز، ومينترنس للكالسيوم اللي فيه يعني لو الكالسيوم قل خلاص مش هيكالسيوم كده. اذا فيها كتير من مين؟ من الاوستيوبلاست بس كميته اقل. اورجانيكس كميتها اقل. طب فكر اوبر سيل برضه ولا بس كده؟ بيعمل ايه بقى؟ فل 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 في نوع من الجنكشنز في انابيب كده المسافه ضيقه بس في انابيب واصله حتى سميناه كوميونيكيتنج جنكشن. اسمه العلمي كان غلط كان يوحي ان في مسافه في جانب. اه خسرت وانا قلت اسمه جام جنكشن. جام جنكشن مستحيل ده بشوفه من غلط. طيب بص يا بيه يبقى نقول ان البروسيس دي لازم تبقى متوصل ما بيننا انواع من الجنكشن. جاب جنكشن عشان يسمح ان الغذاء يعدي من واحده للثانيه. طيب ايه رايك في النيوكليس؟ هتبقى فاتحه زي بتاعه البلاستايل ولا تغمق شويه؟ تغمق عشان انكتف. طب وايه رايك في السيتوبلازم؟ هيبقى برضه بيل. هيبقى بيل ايزوتيل. النيوكليس بتبقى ضغط مش كده؟ والسيتوبلازم بتبقى ايزوتيل. طب هيبقى في بولج كبير والكلام ده؟ لا. طب يبقى النيوكليس اخبارها ايه؟ في حد نجح، في حد زائدها، في حد ضغط عليها؟ لا. ترجع تبقى ايه؟ اوبن. سنترال واوبن. تيجي نبسطها تاني بقى على بعضها. يبقى سمول رينج اتسلف وذ ميني بس النيوكليس سنترال واوبن. دارك. مش دارك، دارك يعني بالمناسبه المقارنه مع البلاستايد. طيب السايتوبلاز فيها برضه نفس الاورجانيز بس كلمتهم يعني less rough smaller bulgy mitochondria فيها. طيب وفيها برضه alkalines ايه؟ medium phosphatase. خلي بالك فيها alkalines انت بتشوفها. فيها alkalines ايه؟ phosphatase. لان برضه لو احتاج ترسب شويه ايه؟ فيها سجل. طيب نقول حاجه ثاني. طب ازاي دول انا برضه مش فاهمه يعني يسيب بقى في ايدك تبص بص المنظر ده مين كي؟ بص جسم لان كنت يبس كانت تبقى اوفر عليك. طب دي البروسيس ولا؟ طب البروسيس تعدي ازاي في المكتب؟
اللي فيه كالسيوم. بلاكينا؟ اللاكينا دي متصلة باللاكينا دي ولا؟ بالقنيات ولا؟ انفجاميشن صح. فممكن كان ريكيولار يبقى الوصلات اللي ما بين لاكينا ولاكينا اسمها كاريكيولار. مين اللي عدى في قلب الكاريكيولار؟ البروسيسس. بروسيسس وتنظم البريدين. جاز انفجاميشن. Maintenance. Maintenance of me. Of. Matrix. بيت يسموه لكنه. بص بقى كده هتشيل الحفره دي.
هاو 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 وشيب سفينة اسمها هاو وشيب سلاك هاو وشيب سلاك دي بشارة عليك ده شوية ولك مين الخلية دي وده مارش نجير تقولي الأوستيو كلاس وده دام قاعد الخفرة يشاور على الخفرة تقول له هاو وشيب سلاك كلام جميل تيجي نوصفها على فكرة هو شكلها هي عادة أكثر بلايات من الوسط يعني أنا مش بتكلم بقى بسرعة بتكلم في الحالة عادية ممكن بقى نتكلم على بسرعة على الوسط بتاعها باللايف ميكروسكوب من هي رجع بره وخلي بالك ده الوحيدة الكبيرة قوي باين عندك تزوريا يا متوسط دي الوحيدة اللي ليه يراش عشان أكثر من سرعة المالتي نيوكليير الوحيدة اللي لونها بص على الصوت اسيدو السيتوبلازم وخلي بالك هل السيتوبلازم لايق زي الباقيين؟ لا ولا فومي اسيدو فيه فومي اسيدو فيه زي الرغاوي بتاع الصابون حد بقى من ولادي شاطر بيقول لي انهي اورجانيل لما تزيد تخلي السيتوبلازم معقد؟ الرايبوسومز؟ بولي رايبوسومز؟ لا بولي رايبوسومز؟ لا الرايبوسومز مش مزرعة انا اخدت بالي ثانية لايزوز اللايزوز ده انا بقول لك تدقق العقل عايزة مين المدمر الاورجانيز صح مين الاجسام المحددة لايزوز اللايزوز طبعا واللايزوز لما تقدر تخلي السيتوبلازم مش فاهم نقول تاني بقى مين يوصفها لي لارج لارج مالتي نيوكليتد سيل طيب السيتوبلازم فوم الاول فيها كام نيوكليس مالتي نيوكليتد 6 تو 12 السيتوبلازم فومي فومي اسيد نوكليك ريتش ان لايزوز ممكن الاقي فيه شويه بلازمكس حاجه بتتاكل يعني ممكن الاقي فيها لايزوزومز برايمري ايه وسع طيب ثانيه واحده ملاحظ كده ان في ناحيه العظم الحفرة اللي هي فيها فيها زي بروسيسز كده بيسموه سترايتي بوردر سترايتي في حاجة مخططة كده في الاي ام بيقول لك هاف رافل بوردر فين يعني ايه رافلز؟ مدافع يعني أصلا كلمات تطلق مدافع تدور بيها الأرض جميل فكرتها بس يعني الحشاش اللي وصفها بقى مدافع الايه؟ بوردر طيب معلش بعد اذنك كده خلي بالك لو قال لي قولي مين الخلايا الاكولة اسمها ما يصحش اقول اوستيوبلاست يعني تقولش بكتيريا دي بتعمل ايه؟ ما بيبدأ بتعمل بون بون ديستروي او بون تسمع كلمة كتير بون ريزوربشن يعني ايه الكلمة دي؟ طب ازاي كان بون ديستروي؟ بيطلع الليسوما ال لما تقول لي عكس مين؟ مين بتبني؟ اوستيوبلاست اوستيوبلاست؟ طب الاوستيوبلاست فكرني بلد ازاي؟ انا اعرف بلد ازاي؟ طلعت الماتريكس او صناعة ماتريكس او كولج صناعة براون سابس ده بروتين برضه ثم ديبوزيت مين؟ الكالسيوم الكالسيوم في الماتريكس وفي ثم تحولت الى اوستيوسايت اوستيوسايت طيب ينفع كسر عظم في كالسيوم يبقى اول نقطه يسحب الكالسيوم شيل الكالسيوم ثم بعد ما شيل الكالسيوم اخد الماتريكس تاخد انا عندي لايزومز مليانه هيدروليتك ايه؟ انزايمز وهنا مش هقول بقى هيدروليتك اسمها اوستيوليتك انزايمز يعني هتكسر ايه؟ العظم كده شلت الكالسيوم شلت الماتريكس خلاص عملت اعاده تشكيل العظم عارفين اعاده التشكيل اللي بيسموها ايه؟ بص بقى يا بنت هي بتطلع CO2 CO2 فكر
حمض الكربون. كربون. في نيتي وايت كربونيت ومعاها اتش اي. اتش اي يبقى كده اسيدك ميديوم. الاسيدك ميديوم ده يخلي مين يدو؟ الكالسيوم. الكالسيوم. فعملت كده خطوه اسمها دي كالسيفيكيشن. بعد كده الاوستيوليتيك انزايم ديستروي الماتريكس موضوع خلص. طب تسمعوا على الكالسيوم ليفل في الدم؟ وان في هرمون كده ساعات اقول له ايه روح اعمل تحليل شوف مستوى الكالسيوم عندك ايه خصوصا اللي جاله تراكمات كتير وبتاع نشك ان في مشكله في الكالسيوم. الكالسيوم ده فيه هرمونات بنتحكم فيه بنسمعه على الغده الجوار الدرقيه الباراثيرويد هرمون اللي بيطلع منه ده بيزود الكالسيوم في الدم ان شاء الله يزوده من ايه؟ من العظم. بيحضر العظم يعني شغل مين؟ أوستيوكلاست. عكس بقى في هرمون اسمه كالسيتونين. كالسيتونين من اسمه يعني ايه؟ يعني بقى الكالسيوم بينقص الكالسيوم في الدم يوديه فين؟ يدخله العظم. يعني هرمون اللي بيساعد على بناء العظم؟ كالسيتونين. كالسيتونين. عشان كده بتسمع على اوستيوكوروزس الناس اللي عندهم هشاشه في العظام عارفين يا جماعه العظم في الأشعة يبان حلو ليه؟ والصوت مش مبانش عشان ده اتلصق في ايه؟ كالسيوم. كالسيوم وكل ما كان فيه كالسيوم أكتر كل ما بقى له أبيض أكتر مبقاش شفاف. طيب يبقى الدنستي بيسموها الكثافة الدنستي بتاعت الكالسيوم في العظم تبان في الإكس راي مش كده؟ طب تلاقيه يداني في الإكس راي قلت عامل إيه؟ هشاشة هشاشة الدنستي بتاعته قليلة أوي وعرضة لإيه؟ فكروني كده الـ UMC اهي بتتحول الى
أو البريسايت يعني تحول أوستيوجين. ثم الأوستيوجين تتملي أورجانيلز وتكبر شوية اسمها أوستيوبلاست. دي بتصنع العظم إزاي؟ الأول بتعمل الماتريكس تاعها ثم ديبوزيت كالسيوم في الماتريكس وين سراوندد بكالسيفايد ماتريكس تتحول إلى أوستيوسايت. ده ملخص القصة. طيب يعني أنت عايزة تقولي إن هو ده اللي يحصل في تكوين فلات بون؟ أيوه، بس في ميمبرين واخد شكل الفلات بون بالظبط بيتكون من حاجه اسمها ميزينكايمال كونكتيف تيشو. عايزين نقف بس هنا ونعرف يعني ايه ميزينكايمال كونكتيف تيشو. يعني الكونكتيف تيشو عباره عن يو ام سيز كتير قوي ما بينهم شويه بلاد فيسلز، هو ده اللي بنسميه ايه؟ ميزينكايمال كونكتيف تيشو. يبقى في الانترا ميمبرينس يعني ايه بقى الكلمه دي؟ يعني ايه انترا ميمبرينس اوسيفيكيشن؟ يعني تكوين عظم جوه ميمبرين مكون من يو ام سيز وبلاد فيسلز. يبقى في ميزينكايمال ميمبرين اوف ميزينكايمال كونكتيف تيشو يو ام سيز ومعاها بلاد فيسلز، ده تشينج انتو بون. طيب ازاي بيتكون حاجه اسمها برايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن؟ عارفين يعني ايه برايمري سنتر؟ يعني اليو ام سيز تنقسم عددها ايه؟ يكتب يزيد وبعدين تبتدي تتحول الى اوستيو بلاست. لا اوستيوجينيك ثم أوستيوبلاست. ثم الأوستيوبلاست سكريت ماتريكس وبعدين ديبوزيت كالسيوم ماتريكس ولما تتحول بكالسيفايد ماتريكس تتحول إلى أوستيوسايت. ده مش بيكون وان سنتر كده، ده ميني سنترز جنب بعض. بص عليها كده، لو ده الممبرين أهو وادي شوية اليو أم سيز ومعاها بلاد فيسلز تبتدي تعمل أدي سنتر ثم سنتر تاني أهو ثم سنتر تاني وفي الآخر زي بتعمل زي بون ترابيكي حبال بالعظم تشبك مع بعض كأني عامله شبكه ولا لا. طيب ده شكل انهي بون؟ سبونج. سبونجي اللي هو الريجولار ترابيكري ما بينها سبيسز. سبيسز دي سنجل سبيس ولا مالتيبل؟ لا مالتيبل. ريجولار ولا الريجولار؟ الريجولار. يبقى مالتيبل الريجولار دي بون المستقبلة تبقى بون مارو كاتيتس. ودي المالتيبل الريجولار بون ترابيكري حواليها هو ده فكرة سبونجي بون. والله بقى تيجي في حتة عايزاها تعلى شوية الاوستيوبلاست تشتغل وتبني. طب حتة عايزة تبقى فيها كيرف حلو كده الاوستيوبلاست اللي بتاكل عظم تيجي تعمل التأوير. يبقى عملت ري موديلينج وتكون كده اند بون سبونجي بون. طيب ده المرحلة. لكن في بقى نوع تاني اسمه ايه؟ انترا كارتيلاجينس اوستيوبلاست. خلي بالك عشان الطلبه فاهمين غلط ولما نساله حتى في الشرح يقولوا يعني ايه انترا كارتيلاجينس اوستيوبلاست يرد رد غلط تماما. يقول لك في موديل اوف كارتج ويقلب لبون. نيفر نيفر ان الكارتج يتحول. نيفر. هو واخد شكل العظمه بس واخد نفس شكل العظمه بس موديل كده معمول من الكارتج. اي نوع من الكارتج؟ هايلاين كارتج. فاكر لونج بونز اوف فيتال سكيلتون. طب بعد كده بقى الكارتج ده يتدمر ويخش محله مين؟ مين مصدر وحيد البون؟ اليو ام سي اللي طالعه من اللي هي الميزينكايمال كونكتيف تيشو. يعني مين يبقى ديسترويد الاول؟ اللي هي الكارتج ثم يبقى ريبليس بمين؟ يو ام سيز ميزينكايمال كونكتيف تيشو او يو ام سيز. دي بقى اللي تكون له. طيب لما احب اعرف انترا كارتيلاجينس ده النوع من الاوسيفيكيشن اللي فيه موديل اوف وات؟ هايلاين كارتج از ريبليس بمين؟ ميزينكايمال كونكتيف تيشو ثم الميزينكايمال كونكتيف تيشو ده تشينج انتو زي اي عظم لونج بونز. طيب مين يفكرني اللونج بونز مش كان فيه شافت او ديافيسس واثنين تو اندز كده اسمها ايبيفيسس؟ طيب البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن بيبتدي في الشافت في الديافيسس. شافت في انهي عظم؟ اللونج بون. كومباكت يعني اشتغل اشتغل لغايه ما اوصل اكمل كومباكت بون. ثم بعدين يحصل تو اندز دول يحصل لهم سكندري سنتر اوف اوسيفيكيشن. طب بس الاندز دي الايبيفيسس فيها انهي نوع من العظم؟ سبونج. سبونجي هقف لغايه سبونج بس. تمام. طيب تعالوا نشوف.
بصوا انا جايبه لكم ايه بقى؟ جايبه لك لونجو بس جايب الجنكشن ما بين الابيفيسز والديافيسز. تسمعنا حاجه اسمها ابيفيزيال بليت. الحقيقه الحته دي ممكن في اخر الشابتر خالص، لكن احب اشرحها قبل البرايمري والسكندري سنترز، لان لو شرحت دي يبقى الاثنين التانيين خالص. دي بتسهل الاول بس. حد شايف ده كده ناحيه الهات؟ فاكرين يا جماعه اللونج بون دي كانت اصلا هيراي ايه؟ كارتج. وادي الكوندروسايتس واللاكينا وحواليها ماتريكس. ثم كده دخلت ناحيه مين؟ الشاف. طيب الحته دي بقى اسمها ابيفيزيال بليت. تعالوا نشوف التغير اللي بيحصل. ادي كان فيها هايلايت ايه؟ كارتج. معلش هنجيبها حته حته كده. خلي بالك ده قطاع ايه؟ شقينا كده العظمه بالطول عشان نشوف الستيجز اللي بتتكون لما يجي مين يبقى ريبليس بايه؟ لما يجي الكارتج تقريبا هيتدمر ويبقى ريبليس بايه؟ يو ام سيز. باليو ام سيز او ميزنكايما الكونكتيف تيشو، وبقى ده يبتدي يكون لي كور. طيب بص بقى دي بيسموها ريزيرف او ريستنج ستيج، ده الاحتياطي اللي قاعد على الدكه. دي الكوندرو ايه؟ كنترول سايز زي ما شايفين حجمها ايه؟ صغير وسكاترد. دي بيسموها ريستنج ستيج. يبقى سمول وسكاترد. يبتدي يحصل بقى دلوقتي عايز عظم يتكون، يبتدي الاول يحصل بروليفريشن. بروليفريشن يعني ريبيتد ايه؟ ريبيتد مايتوزس عددهم ايه؟ بيكسر. يزيد. مش بس انكريز النمبر، انتوا ملاحظين بدل ما كانوا متبعترين كده بقى رينج فروز. يبقى السيلز حصل لها انكريز الايه؟ النمبر. نمبر بقى رينج ان روز. ثم يبتدي بصوا بقى اللي بيحصل، يا اما نسميها ماتيوريشن يا اما نسميها هايبرتروفي تضخم. يعني انكريز النمبر يا ولادي ولا انكريز السايز؟ انكريز السايز. اللي زادوا دول تحت هنا يبتدوا يكبروا. انكريز السايز لسببين. لو تفتكروا لما شرحنا الكوندرو سايز بتبتدي تكبر عشان بتحوش ايه؟ جلايكوجين غذاء، بتحوش جلايكوجين كتير. لا مش بس كده، بيظهر فيها الكالاين فوسفاتيز. نقف هنا. الكالاين فوسفاتيز احنا عارفين قاعده جهنيه ذهبيه قبل كده، قلنا الكالسيوم عشان يترسب محتاج وسط قلوي الكالاين. فهي فيها انزيم هنا الكوندروسايتس يظهر فيها، هي الكوندروسايتس اصلا فيها الكالاين فوسفاتيز؟ لا. بس هنا يظهر فيها الكالاين فوسفاتيز علشان يترسب مين؟ الكالسيوم. كالسيوم سولز. بص بص معايا في الازرق الغامق قوي ده، ده بدا الكالسيوم يحصل له بريسيبيتيشن. مين يفكر؟ هل الكارتج كان فاسكولار ولا ايه فاسكولار؟ الكارتج؟ لا لا الكارتج كان ايه فاسكولار. ايه فاسكولار؟ يعني هل في بلاد سبلاي بيخش له؟ بيخش له بالديفيوجن. امال كان بيخش الفيزا ازاي؟ بالديفيوجن. بالديفيوجن منين؟ من البلاد فيزلز اللي بره في البيري كونجيوم. طيب لما بص بقى في حاجه هنا كمان بتحصل، هو مش الكاريكونيوم ده كان فيه انر لاير فيها الكوندروجينيك سيلز؟ خلي بالك هنا اليو ام سيز تبتدي تتحول الى اوستروجينيك ثم اوستيوبلاست، ده تحت الكاريكونيوم. طب الاوستيوبلاست تعمل ايه؟ ماتريكس وترص فيه كالسيوم. طب يعني الكالسيوم كمان هيترصب تحت دلوقتي بالله عليك بسميه كاريكونيوم ولا بيريوستيوم؟ ترصب هنا كالسيوم. لا بيريوستيوم طبعا. بيريوستيوم بيسموها سب بيريوستيال كولر. نقف هنا؟ يعني ايه كولر؟ كولر؟ عارف كولر بتاعت الياء بتاعت القميص؟ فكأن انا العظم اهو والجاكيت بتاعتي دي القميص، ها؟ البيريكونيوم دلوقتي اسميه البيريوستيوم، تحتيه بقى طبقه كالسيوم تلف دايره. فيسموها ايه بقى تاني؟ الكولا. سب بيريوستيال كولا، كانها كولا، كانها الياقه بتاعت القميص محزمه الجول. تمام. محزمه اللي هي الموديل اوف كارتج. طب دلوقتي لما ترسب كالسيوم كده منعت ميه ونور وهواء عن مين؟ عن السنس. لا لا. عن الكوندروسايتس.
طيب كل سلسله تقدر تعيش كده في غذاء وصل لها ولا منعت الديفيوجن؟ لا منعت الديفيوجن. يبقى السيل ستار تو داي اند ديسابير، تتحلل وتختفي. عارفين يا اولاد بدينا بالاشباح، شايفين مين اختفت هنا؟ الكوندروبلاست. كوندروسايتس. الكوندروسايتس. كوندروسايتس. خلي بالك كل ما كانت كبرت كل ما احتاجت غذاء اكتر. سبتها كده تكبر 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 وفجأة منعت عنها الغذاء. عايزة تموت. ولما ماتت وتحللت واختفت سابت مطرحها empty spaces ولا لا؟ طب ايه ده؟ ده الكهف. شايف كهف؟ ده حاجات مدلدلة كده في السقف. اللي مدلدل ده بواقي ايه؟ الكالسيوم. كالسيفايد ماتريكس. كالسيفايد ماتريكس. خلي بالك ما انا عايزة حاجة ابني عليها العقل اللي هيتكون دلوقتي. كده انت حققت أول خطوة. قتلت مين؟ الكنترول. دمرت الكور. عايزه مين ياخذوا العظمه بقى؟ يو ام سيز. ممكن نلخص بسرعه الكام ستيج اللي قلناهم قبل ما نتكلم. اول ستيج اسمها ريستنج ستيج. ريستنج ستيج في شويه كوندروسايتس which are small and scattered. ثم بيبتدي يحصل لهم ريبيتد مايكروز تو انكريز النمبر، يعني بيحصل برولي مش بس بارينج النمبر ده كمان ارينج الروز. ثم دخلنا لجوه بدا يحصل ماتوريشن. ماتوريشن يعني السيل دي انكريز ان سايز وليس نمبر، هي اوريدي زادت في النمبر. انكريز ان سايز لانها بتخزن جواها حاجتين جلايكوجين والكالاين فوسفاتيز. الالكالاين فوسفاتيز ده بريسيبيتيت مين؟ الكالسيوم. الكالسيوم فوسفيت في الماتريكس يبقى اللي بتدي الازرق ده كالسيفايد ماتريكس. طب والكالسيوم يتكون بس ما بين الروز دي ولا كمان تحت البريكونديوم؟ تحت البريكونديوم. بالاوستيوجينيك اللي اتكونت من يو ام سيز. فيبتدي يحصل اسمها ايه بقى الياء من الكالسيوم دي سب كونديوم. كولر اوف كالسيفايد ماتريكس. كده مين اتمنع خالص وصل له غذاء؟ الكوندروسايتس. الكوندروسايتس ستارتو ايه؟ داي الاول ثم يحصل لها اوتوليسيس ديسابير تتحلل تختفي ليفينج امتي سبيسز. انا عايزه مين بقى يخترق الكارتلج او العظمه دي؟ اليو ام سيز. اليو ام سيز. طيب في شنيور كده اجيب عشان البلاد فيسز اللي بره واليو ام سيز اللي بره خالص تقدر تخترق العظمه؟ مين السل اللي بتاكل العظمه؟ الاوستيوكلاس. فالاوستيوكلاس دي كان مصدرها ايه؟ كان ديوم بلاد مونو سايتس. اوكي بلاد مونو سايتس فيوجن اوف بلاد مونو سايتس. مش انا بره البريكونديوم ده كان فيه فيسلز او الواج سمينات الراس مش فيه بلاد فيسلز حواليها بيطلع من الفيسل دي المونو سايتس ويلحموا ويعملوا اوستيو كلاست. اوستيو كلاست ده زي الشنيور عامله بوز داير ما يدور. خلي بالك احنا واخدين سايتس سكشن لكن هو اول اراوند. يحصل حاجه اسمها ستيج اوف انفيجن. يعني ايه انفيجن؟ يعني الغزو. مين اللي هيغزو؟ يو ام سيز. يو ام سيز ومعاها بلاد. هم قوي بلاد فيسز اوعى ننساها. تمام. يبقى بلاد فيسز ومعاها يو ام سيز يسحبها يو ام سيز هتخش عن طريق البورز. مين اللي عمل البورز؟ الاوستيوكلاست. الاوستيوكلاست اللي هي جايه من فيوجن اوف بلاد مونو سايتس. طب اللي هيخش هنا يو ام سيز معاها بلاد فيسلز. اليو ام سيز تبتدي تعمل تتحول الى فكروني بقى بخطوات تكوين العظم. تتحول الى اليو ام سيز اوستيوبلاست. نو اوستيوجينيك. ثم الاوستيوجينيك تتحول الى اوستيوبلاست. والاوستيوبلاست سيكريت ماتريكس ديبوزيت كالسيوم تشينج انتو اوستيوسايت. طب بس هتعمل الماتريكس ده وتعمل له كالسيفيكيشن ايه على الهواء؟ لا ولا عندها هنا بواقي كالسيفايد ماتريكس تقدر تركب عليه؟ يعني شايفين هنا في النص ريمينز اوف كالسيفايد ماتريكس ويبقى بتيجي العظم الجديد يتكون حواليه. طب العظم الجديد ده بريجلر؟ وبواقي كالسيفايد ماتريكس دي كانت منتظمه؟ لا لا يبقى هنا بيكون الريجلر ترابيكلي حوالين بواقي كالسيفايد ماتريكس ليفينج سبيسز في النص ولا لا؟ سبيسز دي اليو ام سيز تبتدي تعملي بون مارو سيلز. لو انتوا فهمتوا يبقى ايه اللي اتكون؟ الريجلر ترابيكلي ما بينها الريجلر سبيسز بون مارو سبيسز. ده من عظم ده السبونج بورد سبونجي بون. لو خدت فيه ترانسفيرس سكشن يطلع سبونجي بون.
طب انا عايز سبونج بون في الشافت ولا عايزه كومباكت؟ عايز كومباكت. طب ايه رايك لو ربنا سبحانه وتعالى الخطوه اللي بعدها بيعمل موديفيكيشن او ريموديلنج، اعاده ايه تشكيل العظم. انا عايزه مين بداله يبقى فيه ايه؟ بدل السبونج عايزين كومباكت. بدل السبونج عايزين كومباكت. وايه الفرق الاساسي بالكومباكت والسبونج؟ الكومباكت من ناحيه البون مارو مثلا، سبونج مالتيبل ريجولار بون مارو كافيتيز، لكن الكومباكت واحد بس في النص. طب ايه رايك بقى الاوستيوكلاست تيجي تاكل كل الريجولار ترابيك اللي في النص تفضي لي سنترال بون مارو كافيتي؟ ادي واحد. هنشوف دلوقتي ايه رايك دي؟ ايه رايكم دي؟ طيب الحاجه الثانيه، كان كومباكت كان في وحده كده مش موجوده في سبونج كان اسمها هافيرجن سيستم. فكروني كده، هافيرجن سيستم دي كانت كوره كده في النص، فيه هافيرجن كانال وحواليها بون لاميلي في كونسنتريك لايرز. طب بالراحه كده، فاكرين هافيرجن كانال دي كانت ريتش ان حاجتين، بلاد فيسلز وسنسوري نيرفز. طب البلاد فيسلز مش دي الفيسلز اللي دخلت من بره؟ لما عملت انفيجن الغزو تيجي بقى يا ابني الدايره، انا شايفه ناحيه لكن هي السكشن شايفه ناحيه، لكن هي بتخش من كل الكورز وتيجي تترص بالطول. دي اللي مستقبلا هتبقى في فيرجن كانالز. بص 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 بالطول شايفينها. ثم فاكرين اليو ام سيز الداخله مع الجسم والنيرفز هتبتدي تتحول لاوستيوجينيك، ثم اشتغلوا معايا بقى اوستيوجين تتحول الى اوستيوبلاست سكريت ماتريكس تشينج انتو ديبوزيت كالسيوم تشينج انتو اوستيوسايت، بس في كونسنتريك لاميلي حوالين الهافيرجن كانالز. يعني عملت لي هافيرجن سيستمز. يعني اتكون انهي بون؟ كومباكت. طالما اتكون الكومباكت كده خلصت العمليه ستيج اوف كومبليت اوسيفيكيشن. نراجع بقى الكلام اللي قلناه بسرعه بسرعه بسرعه. على فكره لو انت شفت البرايمري سنتر اوف اوسيفيكيشن اللي في الشافت هو اللي انا قلته بالظبط، بس مكتوبه ورا بعضها مش ستيجز. ستيجز دي مكتوبه كده في الجروينج اند بون او ابيفيزيال بليت. نراجعها بقى تاني بسرعه. أول ستيج اسمها ريستنج ستيج. الكوندروسايز عددها ايه؟ قليل قليل، حجمها صغير وستاتيك. يبتدي يحصل برولي فريش، يبقى انكريز ان ايه؟ نمبر وارينج ان روز. بعد كده هايبرتروفي او ماتشوريشن، يعني انكريز ان سايز لانها جمعت جواها جلايكوجين اند الكالاين فوسفيتس. ثم الكالاين فوسفيتس ده ديبوزيت مين؟ كالسيوم في الماتريكس. في نفس الوقت بيحصل سب بيريوستيال كولر اوف كالسيفاي ماتريكس تحت البيريوستيال كده، الكالسيوم يمنع النيوتريشن عن الكوندروسايتس which start to die and disappear leaving empty spaces، والامبتي سبيسز دي يفصل ما بينها remains of calcify ماتريكس. انا عايزه الغزو بقى ستيج اوف انفيجن. انفيجن ايه اللي حصل؟ الاوستيوكلاست اللي اتكونت من تجمع مونوسايتس تعمل بورز ثرو ذيس بورز. مين انتر؟ البلاد فيسلز يسحبها اليو ام سيز، يعني ميزنكايمال كونكتيف تشو. اليو ام سيز تحول الى اوستيوجينيك اوستيوبلاست تعمل بون، بس البون ده في صوره ترابيكلي ويتش ار ايرليجولار حوالين بواقي مين؟ كالسيفايد ماتريكس كده تكون الريجولار ترابيك. سبيسز اللي ما بينها هتبقى مستقبلا بون مارو كابتس. كده وصلنا لاني مرحله؟ اللي هو يبقى سبونج بون. طب بس انا في الشافت مش عايزه سبونج بون، انا عايزه كومباكت. فيحصل ريموديلنج. ريموديلنج ازاي؟ نفضي سنترال بون مارو كابتي، الاوستيوكلاست تاكل كل الريجولار بون في السنتر وتعمل لي سنترال سنجل بون مارو كابتي. طب البلاد فيسز اللي كانت دخلت من البور تبقى رينج لونجيتيودنالي هتبقى كونفرجن كانالز. تيجي الاوستيو اليو ام سيز تتحول لاوستيوجينيك اوستيوبلاست اوستيوسايت
ان كونسنتريك لاميلي فورمينج انهيرجن سيستمز وكده وصلنا للكومبليت كلاسيفيكيشن. طب لما يقول لي بقى برايمري سيل دي الستيجز اللي مكتوبه كده في نهايه الكلاسيفيكيشن الابتزازي، لو جيت درست بقى برايمري سيل كلاسيفيكيشن هتقول لغايه الكومبليت كلاسيفيكيشن. طب لو السكندري سنتر ده كان فين؟ سكندري في الانس. هوصل للكومبليت اوستيفيكيشن ولا هقف عند سبونج فورميشن؟ هقف عند سبونج. يبقى نفس الكلام بس هنقف عند سبونج. طيب في حتتين بيظلوا كارج ما بيحصلش فيهم تكوين عضلي. نرجع للرسمه بتاعتنا العبيطه اللي في الاول فاكرين في واحده العمر كله واحده لغايه سن كام؟ اهي الابيفيزال بليت يظل لغايه سن كام؟ لحد ال 21 ماكسيموم 23 سنه بعدها ما لقاش. طيب والحته الارتيكولار سيرفيس دي العمر كله تظل هايلاين كارتج ما بيحصلش فيها بس. طيب في حته الهرمونات بس انا يمكن شرحتها قبل كده الكالسيوم ليفل في الدم يبقى في بالانس دايما كان ممكن حاجات تزوده حاجات تنقصه. في هرمون بيزود الكالسيوم في الدم اللي هو الباراثايرويد هرمون يعني يسحبه منين؟ من الدم ويحطه في ال في ال لا يسحب الكالسيوم عشان يزيد في الدم خده منين؟ خده من البون. خده من البون يعني مين اللي كسر البون عشان يطلع الكالسيوم؟ الاوستيوبلاست. طيب لو عايزه بقى اقلل الكالسيوم في الدم ادخله فين؟ هدخل في البون. في البون بالهرمون الثاني اسمه كالسيتونين. دايما في اتزان ما بين الاثنين لكن لو واحد زاد يحصل مشكله. طيب خلي بالك الناس اللي عندهم اوستيوبوروزس بنديهم علاج بمين؟ الكالسيتونين. كده غطينا لكن برايمري سنتر اوبسيفيكيشن بيحصل في الدافيسس هنشرح لغايه كومبليت اوستيوبوروزس. لو سكندري هنقف